هذا البرنامج برعاية بنك بروة. مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مرابحة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. بداية مع العناوين: قطاع التجزئة المصرفية يساهم بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من إجمالي أرباح عدد من المصارف الإسلامية، وتوقعات أن تتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان ملياري ريال في 2015. أهلا بكم. يساهم قطاع التجزئة المصرفية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% من إجمالي أرباح عدد من المصارف الإسلامية، لكن التوجهات الحالية تتمثل بتعظيم تلك النسبة لتتجاوز 30% خلال السنوات المقبلة. وبحث المؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية في دبي تنافسية المصارف الإسلامية مع التجارية، وهو ما قد يمكنها من جلب المزيد من العملاء من فئات لم تكن مستهدفة من قبل. التقرير التالي والتفاصيل. الخدمات المصرفية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط سجلت نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية بفعل زيادة الطلب واتساع رقعة المصارف الإسلامية التي كسبت مزيدا من العملاء، وتحتل الخدمات الموجهة للأفراد نصيبا وافرا من اهتمامات المؤسسات المالية الإسلامية. وفي هذا الإطار بحث خبراء الصناعة المصرفية خلال مؤتمر في دبي مستجدات القطاع والتحديات التي تواجه تقديم هذه الخدمات وأفضل السبل للارتقاء بها. وجود بنك معلومات مشترك تستطيع جميع المصارف، جميع الهيئات والمؤسسات التي تتواجد في عالم الإقراض الشخصي، فإنها تعرف تاريخ المقترض، قدرته إلى آخره، أعتقد شيء مهم جدا. وتوقع المشاركون في المؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية أن تتمكن المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة في زيادة تنافسيتها مع المصارف التجارية، ما قد يمكنها من جلب المزيد من العملاء من فئات لم تكن مستهدفة من قبل. القطاع هذا بيشهد تطور عالي جدا، أوكي، وفي طلب عليه خاصة بعد اللي حصل بسنة 2008 مع البنوك العادية، اوكي، فالناس اتجهت للبنوك الاسلاميه او القطاع البنوك الاسلاميه، يمكن القطاع اللي ما تاثر بالمشكله اللي حصلت. وتسعى العديد من المصارف الاسلاميه الى الاهتمام بالمدفوعات الالكترونيه كارد بريبايد لمساهمتها في تقليل مخاطر نقل الاموال وبتكلفه اقل، بالاضافه الى خدمات الدفع عبر الموبايل موبايل بايد. ويساهم قطاع التجزئة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي ربحية عدد من المصارف، لكن التوجهات الحالية هي تعظيم تلك النسبة لتتجاوز 30% خلال السنوات المقبلة. ونبقى في موضوع المؤتمر ونتحدث عن الأنشطة المصرفية والائتمانية الموجهة للأفراد، ومعنا هنا في الاستوديو السيد مهند شحادة المدير العام لصندوق الائتمان العسكري في الأردن. سيد مهند، بداية لربما السؤال هنا من قبل المشاهد، الائتمان صندوق الائتمان العسكري وعلاقة هذا الصندوق بالمصرفية الإسلامية. في البداية خلينا نعرف الصندوق. نعم. الصندوق هو مبادرة ملكية أطلقها سيدي صاحب الجلالة برمضان 2010. ابتدأ أعمال الصندوق بشهر 6/2011، يعني عمر الصندوق 15 شهر. شو هدف الصندوق؟ هدف الصندوق هو إنشاء مؤسسة مصرفية تخدم أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتساعدهم على التوفير والادخار لم تكن والاستثمار. هناك مؤسسات سابقة مالية تخدم هذه الفئات؟ يوجد صناديق ادخارية في المؤسسات، في المؤسسة العسكرية، ولكن هذه المؤسسة لا، البنوك العادية لا تخدم. أكيد أكيد أكيد، ولكن المؤسسة المصرفية التي تم إنشائها تتوافق مع الشريعة الإسلامية. نعم. ولها أهداف أخرى، هي مساهمة ومساعدة المنتسب على التوفير والادخار والاستثمار، وفتح نافذة تمويلية بتتوافق مع الشريعة الإسلامية. هل ساعدتم العملاء وهم هم احنا ما بنطلع عليهم بانهم عملاء، هم اهلنا واخواننا ومنتسبيننا. نعم. فمنتسبين المستفيدين من الصندوق، المستفيدين من الصندوق لكن عملاء، هم يخدموا بمنظوم. نعم. بمنظومه بنكيه مصرفيه كانهم عملاء، ولكن. نعم.
النظام اللي قائم عليه الصندوق هو خليط ما بين مؤسسة مصرفية ومؤسسة إقراضية تعاونية. نعم. فرأس المال 200 مليون دولار هو مكرمة ملكية، العاملين بهذه المؤسسة هم من أبناء القوات المسلحة، تم خدمة ب 15 شهر 8000 منتسب تم تمويلهم، تم صرف 70 مليون دولار. أين اتجهت هذه التمويلات؟ التمويلات هذه تمويلات تم صرفها على منتجات من نوعين، تمويلات شخصية وتمويلات سكنية، تمويلات من خلال مرابحات إسلامية وتمويلات من خلال إيجارة منتهية بالتملك. هدف الصندوق هو مساعدة أبناء القوات المسلحة بالارتقاء بحياتهم من خلال توجيههم نحو منتجات حقيقية تخدمه في 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 حياته، عشان يعني هذا هو أحد الأسباب اللي منركز عليها، هي الأسباب الإنسانية للمرابحات الإسلامية. يعني صدق ما ند يعني منتجين فقط، الإيجارة المنتهي بالتمليك، وأيضا عندك منتج المرابحة، ماذا عن بقية المنتجات؟ عمر الصندوق 15 شهر، إن شاء الله بصير 15 سنة ومنحتفل فيه. قبل ما نركض لازم نمشي، فهي مؤسسة مصرفية ذات طابع خاص. نعم. يعني أفهم من هذا الكلام هناك منتجات في الطريق، في منتج بالطريق والاستصناع، في منتج آخر بالمستقبل ممكن يكون السلم، فيوجد والتورق؟ هيئة شرعية. التورق بصندوق الائتمار العسكري مش بس حرام، أيضا كمان حرام وممنوع. ممنوع أبدا، يعني قررت بأن لا تعتمدون منتج التورق. إدارة صندوق الائتمان العسكري يعني اتجهت نحو الصيرفة الإسلامية لأكثر من سبب، أحد هذه الأسباب هو المسؤولية الاجتماعية اللي بتقدمها الصيرفة الإسلامية لمقترضينها. نعم. أنا اليوم حتى أقدر أرتقي بحياة الفرد اللي عنده بده سيارة بشتري له سيارة، أنا ما بشجع أبدا يروح يبيع السيارة والبيت ويتورق ويرفع تمويل عقاري في 100%. هلا في عندنا تمويل عقاري وفي عندنا تمويل على الـ على الـ على الأراضي. حتى أرجع أكد على قضية التورق، إن كان منظم أو غير منظم، عندنا أنظمة يعني آلية، السيارة اللي بتم تمويلها بترجعش تتمول مرة ثانية. كيف تتأكدون من هذا؟ على احنا بنشتغل على رقم الشخصي. هل هناك هيئة شرعية تعرض عليها هاي الأمور؟ 100% نحن مراقبين من قبل هيئة شرعية تابعة للإفتاء العسكري. هذه الهيئة الشرعية بتقوم بزيارات أسبوعية حتى تتأكد من الإفتاء العسكري. نعم. مين يراقب عمل الصندوق؟ هل وزارة المالية؟ من الجهة الحكومية اللي تراقب عمل الصندوق؟ في عنا 5 اتجاهات رقابية: الرقابة الشخصية، الرقابة الثنائية داخل الصندوق، هيئة تدقيق داخلي وهيئة تدقيق من الهيئة، والجهة الحكومية اللي بتراقب على الصندوق هي ديوان المحاسبة. نعم. الآن يعني كيف كانت رغبة ترفض أن نقول عنهم عملاء؟ كيف كان مش عملاء؟ شوف هم أهلنا، هم إخواننا. كيف كانت رغبتهم واندفاعهم؟ يعني بالتأكيد ليس صندوق فقط من يقدم هذه التمويلات، هناك جهات أخرى تقدم هذه التمويلات. شو هو الفرق بينك وبين الجهات الأخرى التي تقدم التمويلات؟ وأيضا كيف كانت رغبتهم باتجاهكم كصندوق؟ 100% يعني لما الصندوق تم إنشاؤه لسبب، هذا السبب هو رفع القدرة الشرائية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. هذا الصندوق أنشئ لخدمة أبناء القوات المسلحة، فالرغبة كانت موجودة عند القيادة وموجودة عند الأفراد. إحنا اليوم نسب المرابحة اللي بيقدمها الصندوق أقل بكثير من نسب المرابحة اللي موجودة في السوق الأردني وبتقدمها المصارف الإسلامية والتجارية. التسهيلات اللي بيقدمها الصندوق هي منافسة للتسهيلات اللي بيقدمها البنوك التجارية. هل لديكم استثمارات أنتم في الصندوق؟ يعني هل يتم تشغيل هذا المبلغ؟ تحدث عن 200 مليون دولار، 200 مليون المصرف من 70 مليون، ماذا عن 130؟ موجودة في مصارف إسلامية، في بين إيدينا شغل ب 25 مليون. شو استثماراتكم كصندوق بالوقت الحاضر؟ نعم. احنا بنستثمر بالسبب الذي أنشئنا من أجله،
وهو تمويل أبناء القوات المسلحة والارتقاء. هل 170 مليون دولار الموجودة حاليا في الصندوق هل هي موجودة؟ لا 170 130 140 دينار 140 مليون دينار بيساوي 200 مليون 200 مليون نعم. هل هي موجوده لدى الصندوق كسيوله ام يعني مستثمره في قنوات استثماريه اخرى؟ اليوم انت خلال 15 شهر عم تصرف صرفت 70 مليون، عندنا رؤيه من هنا لاخر السنه نصرف كمان 13 مليون، عندنا رؤيه لعشر سنين لقدام ب تمويل 8000 منتسب كل سنة. عندنا رؤية أنه الصندوق يقدر ينمو ويستمر ويحافظ على كينونته ويوسع أعماله أيضا. يعني تحدثت لربما عن الخطة اللي هي في 2012، هل هناك يعني أفكار فيما يتعلق في 2013؟ يعني الأردن معروف يعني ليس في أفضل حالاته من ناحية يعني الموارد، لكن ماذا عن 2013؟ هل هناك خطة فيما يتعلق في بالنسبة للصندوق؟ أكيد خطتنا ب 2013، احنا اليوم عندنا فرعين راح نفتح كمان فرعين نعم. واحد بالشمال واحد في الجنوب نعم. خطتنا اليوم عندنا منتجات راح نضيف منتج اخر او منتجين خلال 2013. السلم ما بعتقد، بس الاستصناع ابتدينا بالعقود وتنفيذه مهم، لأنه العقد أنك تصممه سهل، ولكن التنفيذ بالمرابحات الإسلامية أو بالصيرفة الإسلامية هو ما 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 المقصود بالتنفيذ يعني؟ سيدي أنت بتعرف وأنا بعرف أنه عقد المرابحة مثالا نعم. عقد واضح مبني جدا. على أساس البيع والشراء فعلا، ولكن لما نتنفذ البيع والشراء اختلف عليها الفقهاء في خلاف على التملك، لكن أشرت إلى وجود هيئة شرعية من الممكن أن تحسم هذه الخلافات. فبالتالي نحن لأنه منطبق الأنظمة المصرفية الإسلامية بحذافيرها وبمرجعية إسلامية من هيئة، القضية مش سهلة أبدا، يعني تحتاج تدقيق برأيك أعلى، تحتاج تدقيق وتحتاج human resources حتى تنفذها، تحتاج إلى مراقبة حديثة ما هو الأثر اللي أحدث صندوق من هذا النوع؟ لربما يعني لا توجد صناديق في العالم العربي، يعني لربما صناديق قليلة التي تعنى بهذه الفئة. هذه الفئة هي عالية المخاطر أو تصنف في عند البعض بأنها عالية المخاطر؟ هذه فئة احنا لازم نخدمها بعيوننا مبدئيا نعم. وهذه فئة انا بوجهة نظري المصرفية لا توجد فيها مخاطر، لانه لا توجد فيها مخاطر، لكن هناك من في ناس استاذ مهند هناك من يقول بان هذه الفئة فيها مخاطر. اي على راسي، وجهة نظري انا هذه الفئة تعمل بمؤسسة يوجد فيها دخل ثابت، عبء الدين اللي احنا بنتعامل معه هو 30%، فانا ما بغرقها في الدين، فبالتالي هي انا ما بزيد نسبة المخاطرة عليها. لما هي ارجع لسؤالك اللي هو ايش اللي ضافه الصندوق؟ ايش اللي ضافه الصندوق؟ الاثر اللي احدث في حياتي مبدئيا انت لما نتقدم خدمة مصرفية لابناء قوات مسلحة وتنقل هذا الشخص من 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 شخص يتقاضى راتبه نقدا الى شخص يتقاضى راتبه اليا من خلال ATM بيقدر يسحب مصريات من مكان في الاردن. في شرط، بس السؤال الاخير وسريع جدا، في شرط تحويل راتب؟ نعم شرط هو تحويل راتب. للافراد نعم، للضباط لا نعم. استاذ مهند شحاده المدير العام لصندوق الائتمان العسكري، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال برنامج مرابحة. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم. معرض الاتصالات العالمي يناقش في دبي آليات تسخير قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخلق تغيير حقيقي، وهيئة الرقابة المالية في مصر تقترح تعديلات على قانون التمويل العقاري لصالح أصحاب الدخل المحدود، وجلسة الأعمال الليلة 4 مساء بتوقيت غرينتش.
الأسهم الكويتية برعاية بنك الكويت الوطني وشركة عارف للطاقة، استثمارك للمستقبل. السعودية في أسبوع على شاشة CNBC عربية. برنامج برعاية بنك بروة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في مرابحة، عبر 85% من عينة لها استطلاع أجراه بنك العز الإسلامي في سلطنة عمان ضمن دراسة الجدوى عبروا عن رغبتهم في الخدمات والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتوقعت الدراسة أن تتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان 2 مليار ريال، تمثل حوالي 10% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد بحلول 2015. التقرير التالي والتفاصيل. توقعت دراسة الجدوى التي أعدها بنك العز الإسلامي أنه بحلول العام 2015 ستتجاوز الأصول المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان 2 مليار ريال، تمثل حوالي 10% من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد. وأشارت الدراسة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في السلطنة ستجذب المواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك في عمان، مشيرة إلى أن معدل الانتشار للبنوك بلغ 70% في عام 2010، وهو الأدنى بين معدلات الانتشار في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بلغ في المتوسط 114% في العام ذاته. ومن المرجح أن تدعم مبادرات الحكومة العمانية الخدمات المصرفية الإسلامية والقطاع المصرفي عموما على النحو المبين في رؤية عام 2020. وذكرت دراسة الجدوى أن مسح السوق في السلطنة أظهر دعما قويا لمفهوم التمويل الإسلامي والخدمات المصرفية الإسلامية لدى الجمهور المشارك في الدراسة، حيث عبر 85% من المستهلكين، والذي شملهم الاستطلاع، عن رغبتهم في الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن يقوم 70% من المستهلكين الذين تم استطلاعهم بفتح حساب ادخار إسلامي في غضون 12 شهرا المقبلة، كما أنه من المتوقع أن يعمل 77% من المستهلكين للحصول على تمويل إسلامي في غضون العامين القادمين. توقع علاء الدين الخطيب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزينة والاستثمار لمصرف الهلال أن تشهد السوق الإماراتية إصدار المزيد من الصكوك الإسلامية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وقدرها ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار. وأضاف الخطيب أن الوقت الحالي يعد الأنسب لإصدار الصكوك بسبب توفر السيولة. يعني لو طلبنا من أي مستثمر أو أي رجل أعمال يحط لنا أفضل 4 أو 5 أحلام عشان يصدر صكوك، اليوم متوفر في السوق. توفر السيولة، توفر أسعار العوائد على الصكوك بالحد الأدنى، الكريدت ريتس بأفضلها، تحسن مستويات السي دي اس تبعت الإمارات بالإمارات برضو بشكل ممتاز اليوم، بالإضافة لتعليمات برضو المالية اللي طلبت من البنوك اليوم انه لإصدار سندات او صكوك او انه اصدار اوراق ماليه تدعم سيولتها الطويله الاجل. هاي كانت جدا حافز للشركات انها لإصدار الصكوك، بالاضافه للشركات نفسهم. اليوم الشركات عندهم فرصه تاريخيه باسعار الفوائد الحاليه الموجوده، اليلد كيرف يعني ريكورد لوز على جميع القطاعات. عم نشهد تسابق ضخم على موضوع الصكوك. اليوم يير تو ديت الحجم الاصدارات 109 مليار دولار، حجم اصدارات الصكوك، منها 18 مليار دولار بس بمنطقه الخليج. وبتقديرنا يمكن احنا عم نتوقع ان كمان من 4 ل 5 مليار دولار من هون لاخر السنه اصدارات جديده للصكوك في على الاقل في منطقه الامارات. قال
قال إسماعيل علي المدير التنفيذي في شركة ITS لتكنولوجيا المعلومات إن المصارف الإسلامية اتخذت خطوات كبيرة على طريق تعريف وتنفيذ المنتجات ضمن برامجها التقنية بعد أن كان يشكل ذلك عقبة أمام انتشار وتسويق تلك المنتجات. وأشار إلى أن التحديات التي ما تزال قائمة هي عدم تماشي بعض التطبيقات في عدد من المصارف الإسلامية مع البنية التحتية لتلك المصارف. التكنولوجيا في الفترة الأخيرة تطورت كثيرا وبدأت تساعد البنوك التقليدية والإسلامية. البنوك الإسلامية بطبيعتها طريقة تعريف المنتجات وطريقة تنفيذها والتعامل مع العملاء بتختلف ومعقدة نسبيا مقارنة بالبنوك التقليدية. فحاليا التكنولوجيا بدأت تساعد كتير في الجزء دوت، سواء باستخدام الورك فلو أو باستخدام منتجات زي الـ ITS بتقدمها إثيكس. دي منتجات بتبقى مرنة إلى حد كبير إنها تساعد البنوك إنها تعرف كل الخطوات المطلوبة، سواء كانت عن طريق اللجنة الشرعية بالبنك أو عن طريق إنها تبقى متمشية مع الطلبات الخاصة بالإجراءات التنفيذية في الفروع. ودي بتدي إمكانية للبنوك إنها تعرف المنتجات بطريقة سريعة جدا وتقدر تعمل لانش في الماركت بطريقة سريعة. ده بيحافظ للبنوك الإسلامية باستخدام التكنولوجيا دي إن هي تحتفظ بماركت شير معين في البنوك وتقدر تكبر كمان عدد العملاء بتاعتهم وبالتالي بتزود البروفيتابيلتي بتاعتها. لكن ما زال حتى الآن هناك من يقول بأن التعقيدات في القطاع التكنولوجي بالنسبة للمصارف الإسلامية ما تزال قائمة حتى الآن، خاصة في موضوع تعريف المنتج وأيضا تنفيذ هذا المنتج. كيف من الممكن التغلب على هذا الموضوع؟ الموضوع ده بتبصله لأن المقارنة بتتم ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. فالبنوك التقليدية موجودة بقالها فترات كبيرة والمنتجات بتاعتها تقريبا معرفة من فترة طويلة جدا، ومعظم المنتجات أو التكنولوجيا الموجودة حاليا بتبقى الأجزاء ديت متعرفة فيها وسهلة جدا. لما نيجي نبص على البنوك الإسلامية بنلاحظ أن المنتجات بتاعتها في عليها أجزاء زيادة من التعقيد مقارنة بالبنوك التقليدية، واللي هي الخاصة بأن أي بنك إسلامي المنتج بتاعه لازم يكون متماشي مع الإجراءات الشرعية الخاصة بلجنة الشريعة في البنك. الإجراءات الشرعية دي بتتدخل في المنتج ابتداء من طريقة تعريفه للخطوات التنفيذية بتاعته، يعني فبتوصل للكونتراكت أو المطبوعات اللي بتتم خاصة بالمنتج دوت، بتأثر في الإجراءات نفسها إمتى بتتم عملية الشراء أو البيع أو التنفيذ. فدوت بيحط تحديات زيادة للمنتجات الخاصة بالبنوك الإسلامية. في الفترة الأخيرة التكنولوجيا بدأت تتغير للبنوك الإسلامية، يعني في آخر 5 أو 7 سنين عدد البنوك الإسلامية بدأ يزيد، المنافسة ما بينها وما بين البنوك التقليدية بدأت تزيد، فدوت خلى البنوك الإسلامية تركز أكتر على الجزء الخاص بالتكنولوجيا. ماذا عن أحدث التطورات فيما يتعلق التكنولوجية فيما يتعلق بالقطاع المالي الإسلامي؟ من الناحية التكنولوجية بالنسبة للبنوك الإسلامية حاليا بقى في أجزاء كتيرة البنوك بتقدر تتعامل معها. يمكن زمان كانت البنوك الإسلامية بتتهم بأنها ما بتستعملش تكنولوجيا متطورة أو التركيز بتاعها ما كانش منلي على الجزء الخاص بالتكنولوجيا. في السنوات الأخيرة بدأت التكنولوجيا تبقى عامل مهم بالنسبة للبنوك الإسلامية، ده بيساعدهم إن هم يحققوا الاستراتيجيات بتاعتهم الخاصة بالنمو أو الاستراتيجيات الخاصة بإن هم يحققوا النسبة عالية من الماركت اللي هم بيشتغلوا فيه. فالتكنولوجيا في حاجة زي إيسكس اللي بتتقدم ديت بتساعد البنوك إنهم يقدروا يعرفوا المنتج from A to Z بدون الرجوع للمورد الرئيسي. ففي الحالة دي البنك ما بيبقاش فيه عنده تايم أو وقت بيضيع بيأثر عليه إن هو يقدر يعرف المنتج أو يقدر يعمل لانش للمنتج في الماركت بتاعه. حاليا البنوك بدأت تركز في البنوك الإسلامية على الخدمات الخاصة بالقنوات الاتصال أو delivery channels، وديت قنوات مهمة جدا زي الفرع أو الانترنت بانكينج أو الجزء الخاص بالموبايل بانكينج. دي مهمة للبنوك ومهمة للعملاء، دي بتدخل تحت بند الاوبريشنال اكسلنس في البنوك والكاستمر ساتسفاكشن. حاليا اي عميل لبنك اسلامي هيرفض انه يتعامل معاه لو لقى ان البنك التقليدي المناظر له بيقدم له خدمات بتخلي العمليات بتاعته اسهل بكتير. فبالتالي البنوك الاسلاميه بدات تستثمر فتره كبيره جدا في التكنولوجيا وبدات تقدم منتجات عاليه جدا. يعني حاليا معظم البنوك الاسلاميه في المنطقه عندها الانترنت بانكينج الموبايل بانكينج، كل الخدمات بتاعتها موجوده. دي بتدي امكانيه للعميل انه يعمل اي عمليات بتاعته بغض النظر هو موجود فين او في اي وقت من اليوم. وبرايك الى اي مدى ساعدت تكنولوجيا المعلومات المصارف الاسلاميه في الانتشار على المستوى الاقليمي والعالمي؟
التكنولوجيا عامة بالنسبة للبنوك الإسلامية احنا بنعتبرها عامل بنقول عليه إنبلر، حاجة بتساعد البنوك في التحرك لقدام وإن هي تحقق اللي مطلوب منها. في الفترات الأخيرة بدأت البنوك الإسلامية وخاصة من منطقة الخليج تنتشر إقليميا، وفي منها بنوك بدأت تنتشر عالميا، في منها بنوك بدأت توصل لغاية أوروبا وفي أمريكا وبتفتح فروع تانية في إيجا باسيفيك. من غير وجود التكنولوجيا الموضوع ده كان هيبقى صعب شوية إن البنوك يبقى فيه عندها إمكانية فيزابيليتي على وضعهم الفعلي إيه في المناطق دي كلها. فالتكنولوجيا بدأت تساعد فعلا في موضوع الكونسوليديشن، إن البنوك تقدر تعرف وضعها المادي شكله إيه، وضع العملاء بتوعهم شكلهم إيه. التكنولوجيا بدأت تساعد البنوك إن هي تقدم خدمات للعملاء بتوعهم في بلاد كتيرة مختلفة بغض النظر إن العميل دوت عميل في أي بلد بالتحديد. فالتكنولوجيا بدأت تساعد فعلا في إجراءات كتيرة ساعدت البنوك الإسلامية في إن هي تنمو في أفريقيا، تنمو في منطقة الخليج، تنمو في أوروبا وفي الشرق الأوسط. ماذا عن التحديات التي تواجه قطاع المصارف الإسلامية تحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟ العوائق اللي بتقابل البنوك الإسلامية جزء منها نفس العوائق اللي بتقابل البنوك التقليدية، اللي هو الجزء الخاص بالتكنولوجيا عامة. الصورة بتبقى معقدة جدا داخل البنك علشان تقدر تجيب الجزء الخاص بالإنفراستراكشر أو البنية التحتية وتساعد دوت أنه يبقى موجود عليه من فوق الجزء الخاص بالتطبيقات أو الابليكيشنز، انهم يكونوا متماشين مع بعض وفي الاخر بيحققوا اللي البنك بيتطلع ليه، سواء كان من ناحيه استراتيجيات النمو او من ناحيه خدمه العملاء بشكل عالي. ده في حد ذاته بيعمل ضغط على الاي تي ان هو من فتره لفتره لازم يشوف ايه الجديد اللي في الماركت، يبدا يشوف ايه الخدمات اللي ممكن تتقدم وايه المنتجات اللي تقدر تساعد وتبقى سوليوشن متكامل، مش just only الجزء بتاع الابليكيشن، لكن الابليكيشن مع الانفراستراكشر الجزء ده كله مع بعضه بيساعد البنوك ان هي تقدر تقدم قدام. انتهت حلقة مرابحة لهذا الاسبوع، نتمنى ان نلقاكم الاسبوع المقبل وفي الموعد نفسه مع حلقة اخرى. وللتواصل معنا حول الاستفسارات والتعليقات الرجاء المراسلة على البريد الالكتروني مرابحة@cnbcarabia.com، وللاطلاع على اخر المستجدات الاقتصادية وايضا التطورات في القطاع المالي الاسلامي زوروا موقعنا الالكتروني cnbcarabia.com، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا على المتابعة، الى اللقاء.